عبارة الركاب هذه دشنت أول خط نقل نهري بين العراق وإيران منذ أكثر من 30 عاما، حاملة على متنها مسؤولين إيرانيين إلى مدينة البصرة العراقية. وسيربط الخط بين مدينتي عبدان الإيرانية والبصرة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1980. أيمن شاكر مدير العبارة: اليوم راح يتم تدشين أول خط نقل نهري بين مدينة عبادان الإيرانية ومدينة البصرة بمعدل 3 رحلات أسبوعية، يعني كل سبت وثلاثاء وخميس من كل أسبوع. راح يتكون اليخت الناقل من 400 مقعد مقسمة على 100 مقعد بزنس كلاس رجال أعمال و 300 مقعد إيكونومي كلاس أو سياحي. وأضاف مدير العبارة أن الخط الملاحي الجديد سيجنب الركاب مشاكل المنافذ الحدودية بين البلدين. يخدم مصالح البلدين والمدينتين على حد سواء بالنسبة لنقل المسافرين وسهولة وصول المسافرين، تجنبهم مشاكل المنافذ الحدودية وازدحامها. وفي عام 1980 تصاعد خلاف على شط العرب بين العراق وإيران إلى واحدة من أعنف الحروب في تاريخ الشرق الأوسط، إذ استمرت 8 سنوات وسقط خلالها أكثر من 1 مليون قتيل. لكن العلاقات بين البلدين تحسنت منذ الإطاحة بحكم صدام حسين عام 2003 وبعد تولي حكومة يهيمن عليها الشيعة في بغداد، وأصبحت إيران التي تقطنها أغلبية شيعية من أكبر الشركاء التجاريين للعراق الآن. خالد حسين، روترز. أول محطة إذاعية نسائية تأسست في العاصمة الصومالية مقديشيو بهدف تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في البلاد، بالإضافة إلى توفير التدريب الإعلامي لها في هذا المجال. عائشة محمد مقدمة بالإذاعة: اخترت الصحافة لأنني أريد توضيح أصوات مجتمعي خاصة النساء الصوماليات، أريد التحدث عن المحرومات ومن تتلقى أصواتهن اهتماما، واخترت أمانة لأنها مكرسة للقضايا الاجتماعية ونادرا ما نتحدث عن السياسة. يدير المحطة الإذاعية فريق عمل من النساء وتحمل اسم أمان راديو، وتمولها مجموعة من النساء الصوماليات في الخارج في محاولة لتشجيع المرأة الصومالية